ابو زياد في احدى الحلقات كان ضيفك سامي الجابر، كان تقول له ماجد عبد الله، شو اللي صار في الموضوع؟ طيب ماشي. شوف كويس انك سالتني هالسؤال، يعني اشكرك صراحه عليه. هذه الحلقه كانت في برنامج الديوانيه في عهد معالي المستشار الاستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، لما كان رئيس الهيئه العامه للرياضه في السعوديه. نعم. فكان من ضمن الضيوف الكابتن القدير سامي الجابر. حلو. من يوم ما بدينا البرنامج وانا رئيس التحرير كان موجود معنا في البرنامج، فكان في الايربيس كل شويه يقول لي لا تنسى تساله مع المقارنه مع ماجد عبد الله. تعرف عندنا في السعوديه من سنوات طويله الى اليوم حجم المقارنات موجود، مشكله كبيره في المقارنه. صحيح. طيب بين سامي وبين ماجد. وانا اقول رايي بعدين. اي كل لحظه او كل دقيقتين لا تنسى يا ابو زياد، لا تنسى، يا تنسى تسال، لا تنسى تسال. فهذا الموضوع سبب لي وانا كل شيء يقول لي اصبر شوي اصبر لما يجي وقته. صحيح. فما تقدر انت الان تطرح هذا السؤال في الحوار على حسب لازم في نص الحلقه في ثنا في في ثنا هذا، وبعدين انت كمذيع تعرف احيانا متى تطرح هذا السؤال ومتى تخلي هذا السؤال. فانا مباشره طلعنا فاصل، فقال لي لا تنسى لا تنسى. قلت يا اخي اصبر شويه خلينا نرجع من الفاصل. فاول ما رجعنا من الفاصل مباشره قلت ارحب بكذا كذا والكابتن ماجد عبد الله. انا بسال عن 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 ماجد عبد الله، فقمت قدمت على انه ايش؟ على انه ماجد عبد الله. تقبلها سامي، كانت زل تقبلها سامي. عندك سامي قلبه كبير وانا اعرف ابو عبد الله، يا واحد من الناس اللي الحقيقه الواحد يعجز يقول زين. على طاري المقارنات، سامي ولا ماجد كاسطوره الكره السعوديه؟ خلنا نسمع بعد اذنك ابو حمد، اول شيء انا ودي اسمع منهم بس انا بقول رايي بس اسمع. انت شو تقول؟ ماجد عبد الله ما في مقارنه. ماجد عبد الله. طب هو سال سبب، هو ايش قال؟ نعم. قال ماجد ولا سامي صح؟ نعم. طيب في ايش؟ في المنجزات، في كل شيء، ولا في التهديف، في كل شيء، في كل شيء، ولا في الامكانيات، في كل شيء ماجد عبد الله، ولا في المراكز، في القدره، ولا في المراكز، ولا في القدره، اسمع، ولا في القدره على تغيير نتيجه اي مباراه، في عوامل كثيره. بالمجمل شوف دائما المقارنات فنيه. بالمجمل انت تبي فنيه والله حسن الملك. انت سالت الحين كله، انا اقول لك ماجد عبد الله ما في غيره من افضل لاعبين اسيا ماجد عبد الله فنيا. طيب يعني بس عندك فنية. اصبر وانت ماجد عبد الله هو حسن، هو لعبنا ضد بعض ترى على فكره. لعبنا ضد بعض صراحه. انا خلاص خلاص انت غلطت. لحظه انت غلطت على سامي الجابر. لا غلط علي انا. تعاملت افضل، هذا افضل. انا تعاملت مع الاثنين على المستوى الشخصي. انت وش تقول ابو حسن؟ شوف اختيار ماجد او اختيار سامي لا يقلل من هذا طبعا. اكيد اكيد. يعني لما انا اختار واحد مو معناها ان هذا مو زين، لا. اي فالكل نجوم واساطير في من الافضل فنيا على المستوى الشخصي. فنيا انا اقول ماجد. لانك نصراوي. لا والله لا لانك نصراوي. انا اقول سامي. لا انا اقول سامي. انا اشجع سامي الجابر ايضا لاعب مميز. لحظه ابو طيقر، انا اشجع الهلال. احنا شجعنا افضل ماجد عبد الله. صحيح. يلا نسمع ابو زياد الحين راح يعطيك الاجابه على طول بالاسم. يلا بالاسم نبي مباشره وبعدين نفصل بالاسم. انتوا طال عمرك تروحون الكويت ولا حد قايل لكم شيء. اسمع ولا حد قايل لكم شيء. ولا حد يزعل عليكم ولا حد بيقول لكم بالكويت ليش تقول فلان احسن وليش تقول ما ادري ايش احسن. اسمع ولا عندكم احد بينتظركم في المطار في الكويت. مطار الكويت انا ما اقدر اقول شيء. لا اقول ليش ما في. انا رايي الشخصي. عطني كاميرتي. عطني كاميرتي. هذا ماجد وهذا سامي. هذه اجابه يعني غير واضحه. انا يعني اختيارك ماجد. ماجد الجابر. ماجد الجابر كلهم جابرين. اقول لك كل واحد فيهم ساهم بشكل طبعا يمكن سامي يكون لعب اكثر في استحقاقات اكثر في كاس العالم وغيره. وحتى ماجد لعب في كاس العالم. صحيح. ولكن سامي لعب في اربع مشاركات. ولكن كل واحد فيهم كان له دور رئيسي في المساهمة يا على مستوى المنتخب أو على مستوى النادي. فلذلك ما تقدر. بس والله.